حضرتك بتقيم ازاي الوضع التنموي في مصر الآن؟ هو جوهره الاعتماد على الذات، والاعتماد على الذات بصفة أساسية، يعني لا يستبعد الاستعانة بالخارج لكن بقدر. ليه مصر دايما كل كذا سنة بنبقى بنتكلم على أزمة التنمية والبدائل المتاحة وما بنخرجش ببديل فعلا؟ لازم ترفع معدل الادخار المحلي رفعا كبيرا عشان تقلل اعتمادك على الخارج. البديل الأفضل للتنمية لمصر بشكل واسع لازم يكون موجود في إيه؟ النهوض بالقدرات البشرية والادخارية، تفعيل ما أسميه مقومات الدولة التنموية والتخطيط القومي الشامل، دول حاجتين أربطهم ببعض كده. أرجع تاني لعنوان البودكاست بتاعنا، الحل إيه؟ لابد أن نتمسك بأساسيات، منها حماية الصناعة الوليدة، دي نظرية يعني ابتدت بها ألمانيا وابتدت بها أمريكا. بشكركم واستنونا في حلقات قادمة من بودكاست الحل إيه من مركز حلول للسياسات البديلة.